الريف التركي ملاذ الباحثين عن الراحة واكتشاف سحر الطبيعة. مع وكالة تاكي للسياحة والسفر في تركيا نقترح عليكم برنامجاً مميزاً، يومين وليلة، رحلة سياحية كاملة مع إقامة في أكواخ سبنجة. تبدأ رحلتنا هذه المرة باصطحابكم من الفندق الذي تقيمون فيه عبر سيارات فاخرة مجهزة بكل سبل الراحة والترفيه، من صالون عصري، مقاعد مريحة، انترنت وتلفاز. نتجه صوب محطات يومنا الأول، أين سنزور قرية المعشوقية ونستمتع بركوب السيارات الجبلية مع جولة مميزة لأعالي جبال كارتيبي، ونكمل الطريق بعدها لنلقى بإطلالة ساحرة بانورامية على كامل سبنجة، وذلك من خلال المنصة الزجاجية أعلى المنطقة، ومنه إلى معمل الحلقوم التركي الشهير لنتذوق أحلى الحلوى بالعسل. ينتهي يومنا الأول ونتجه إلى الأكواخ لقضاء ليلتنا هناك. أكواخ مجهزة بجميع متطلبات الراحة، الاستجمام والرفاهية، من مسبح وجاكوزي، غرفة نوم، صالون وحديقة، كل هذا وسط أحضان الطبيعة الخضراء، أين نستمتع بالخضرة والهواء النقي. في صباح اليوم الموالي نتناول فطورنا ونواصل محطاتنا، أين نزور قرية المحمودية ونعيش مغامرة التزحلق على الحبال، ونزور كذلك البيت المقلوب ومعمل العسل، ونختم جولتنا بزيارة ثالث أكبر بحيرة في تركيا. إلى هنا تنتهي رحلتنا ونعود بكم إلى الفندق في أمل لقائكم في رحلات أخرى مع وكالة تاكي للسفر.